العشائر يعني لها دور متميز بخدمة هذا البلد وبعطائها المتميز بفض المنازعات اللي تحدث وفض المشاكل. العشائر العراقية ركن مجتمعي ثابت على امتداد السنوات، فهل بقيت السند الداعم للدولة في دحر الإرهاب ونشر ثقافة التعايش السلمي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقتنا لهذا اليوم من حصاد الأيام، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. المقولة اللي قالتها العشائر العراقية الطوب أحسن لو مقواري، بهاي المقولة هزوجة اشتهرت بيها العشائر العراقية، وصارت هاي الهزوجة يعني صارت ثيمة لما أطلقتها خلال ثورة 20، وشارك بها جميع أبناء الشعب العراقي في كل أنحاء البلاد لإنهاء الاحتلال الإنجليزي عن طريق توجيه سلاحها للمحتل. العشائر بالعراق كان لها الدور البارز بصناعة القرار السياسي على مدى عقود من الزمن، تأثرت خلالها بمن تولى سلطة الحكم في البلاد بدءا من الملكية العراقية مرورا بحزب البعث المباد والطاغية صدام، وانتهاءا بعمليات التحرير وتلبية نداء فتوى الجهاد الكفائي في عام 2014. طبعا اختلفت آراء المحللين السياسيين والمراقبين والقانونيين حول إيجابيات العشائر ودورها في حفظ الأمن بالبلاد، كذلك دور السلاح اللي تحمله هاي العشائر ومدى قانونية هذا السلاح وشرعيته. حلقتنا هذا اليوم راح نتناول هاي الجزئيات بكل حيثياتها، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدوه لنا الزملاء في غرفة الحصاد. موضوعنا اليوم بعنوان النزاعات العشائرية مظهر آخر للفشل، وهنا لازم نعرج عليها ونبحث عن أسبابها. أولها هي ضعف تطبيق القانون وضعف القائمين عليه أو تخوفهم من تطبيقه. هنا تتحمل الحكومة عدم الاعتماد على القيادات الأمنية المهمة والمؤهلة اللي لهم خبرة بوضع خطط أمنية تتلائم مع طبيعة المكان والسكان، والأمر يعود إلى تفشي الفساد المالي والإداري. وأكو سبب آخر لنشوء النزاعات العشائرية، هي ما توالت على المجتمع العراقي من الحروب والتقلبات السياسية اللي منعت هواي من الشباب من الحصول على تعليم كافي، فنشأت عن ذلك أمنية جديدة بين الشباب. وخلقت ظروف الحرب والحصار والعمليات الإرهابية عدد كبير من العاطلين عن العمل وأيتام وأرامل. كل هاي العوامل أسهمت في تفشي أجواء يسودها التفكك الأسري. لو نبحث عن أغلب النزاعات نجدها بالمناطق ذات الامتداد العشائر الجنوبي ومنها والغربية، بل وحتى بعض مناطق الشمال قد تكون أسبابها بسيطة كالزواج أو الطلاق أو خلافات على مستحقات مالية. هي مشاكل بسيطة يمكن تجاوزها بأقل الخسائر. لكن أكو جانب مشرق بالعشائر العراقية، أنه جانب الغيرة على وطنهم، خير دليل أنه أساس الثورات كانت من منطلق ديني وعشائري. يعني بعبارة أوضح، فتوى الجهاد الكفائي كان أول الملبين هم العشائر العراقية الأصيلة بالجنوب. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الحلقة من جلستنا الرمضانية اللي خصصناها عن العشائر العراقية ودورها الفاعل وبعض ما علق في يعني شوائب حول الأداء العشائري. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأكارم، كل من الشيخ عدنان الدنبوس شيخ عام قبيلة كنانة، حياك الله الكريم، ومحاوم بحضرتك، وكذلك الشيخ نوري العنزي عضو لجنة شؤون العشائر في مجلس الوزراء، حياك الله شيخنا الكريم، ومحاوم بحضرتك، وكذلك السيد محمد الجابري رئيس رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات، أهلا بك سيدنا الكريم. قبل ما نبدأ بموضوعنا وحوارنا، اسمحوا لنا شيوخنا أنه نشرك المواطنين والمشاهدين الأحبة باستطلاع لآرائهم حول موضوع حلقتنا
وفي آخر الحلقة راح نتناول ما صوتوا به حول السؤال اللي راح نطرحه، ونقول بهذا السؤال: هل تعتقد أن العشائر العراقية وتكاتفها وتفعيل القانون ومحاسبة المقصرين والعودة للشيوخ العامين الأصليين كفيل بحل المشاكل العالقة بين القبائل بعضها مع البعض الآخر؟ عبر مواقع تواصلنا الاجتماعي ومواقعنا الرسمية من الممكن أن تصوتون، وراح نأخذ نتائج هذا الاستطلاع في آخر الحلقة. أبدأ مع حضرتك شيخ عدنان الدنبوس لما نتحدث عن التاريخ اللي نسولف على ابن خلدون لما كتب مقدمته بال1377 ميلادية، يعني قبل حفنة سنين، حكان عن المتصل الريف الحضري. قال أكو جماعة من الريف يجون ويجون يقعدون بالحضر، يجيبوا هنا راح يصير أكو متصل ريف حضري، لا هو راح يكون حضري على وجه ولا يكون ريفي على وجه. فبالتالي مجتمعنا هل هو ريفي هل هو حضري لو ضمن هذا الإطار المتصل الريف الحضري؟ تحياتي لك ولضيفيك العزيزين الكريمين والمشاهد الكريم، ورمضان كريم وكل عام والمسلمين والمعمورة بخير يا الله. هذا الموضوع حقيقة سلط الضوء عليه كثيرا هذه الأيام بسبب استشراء وتوسع نطاق دور العشيرة في الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق. أنا أعتقد أن موضوع ما ذهب إليه ابن خلدون طبعا من أعظم علماء الاجتماع، ويعتمد عليه كثيرا في كثير من الآراء التي بقيت عالقة إلى يومنا هذا، وعززها أيضا العلامة الكبير علي الوردي بكتاباته العديدة وفي مقدمتها لمحات اجتماعية من تاريخ العراق. ولكن أيضا نحن كناس ميدانيين في العمل العشائري ربما نتفوق عليهم كثيرا بأمور كثيرة باعتبار أننا على تماس مباشر مع الناس ومع معطيات الأمور ومع الأحداث التي تحصل بشكل كبير، لا سيما أن هنالك كثير من التغيرات التي طرأت على المجتمع من عادات من تقاليد من سلوك من تطورات اقتصادية من تطورات اجتماعية من خل أسميها تأثر بالعالم الغربي في السلوك والتصرف لدى الأفراد والجماعات والعوائل العراقية. هنا أقول بأن ملاحظاتي على هذا الموضوع، أولا لازم إحنا نتطرق إلى ما حصل في العراق، وهو حديث يعني موضوعة الحديث هو عن بلدنا. يعني صراحة ابتداء أقسمها ثلاث مراحل، يعني إذا تسمحون تعطوني وقت مو له والله إحنا وقتنا حتى نقسمه بالعدالة، ولكن يعني كيفك مو ولكن ما نذهب إلى محفوظ أنه قضية المتصل الريف الحضري أريد أكد عليه. هو أنا هذا الأرض وصل له ليش يسمى إحنا مجتمعنا عشائري لو مجتمع مدينة وهذا راح أوضحها بشكل مختصر حتى تكون صورة واضحة أمامك. إحنا عندنا ثلاث مراحل: مرحلة الدولة العثمانية اللي حكمت 400 سنة قبل النظام الملكي، مرحلة النظام الملكي اللي حكم ما يقارب 40 سنة إلا شوية، ومن ثم مرحلة الجمهورية. بالعهد العثماني كان العراق خرابة، شكل دولة أو شكل ولايات تابعة لدولة، الريف كان معدم والعشائر متناحرة والصراع قوي بحيث عمليات الغزو مستمرة ما بين القبائل، حتى أهلنا وأهل الحاضرين نشتغل على الغزو ذاك الوقت. اجى النظام الملكي وطن العشائر، هو قبل هذا بدأ بالتوطين، ولكن النظام الملكي حقيقة وطنه بشكل كامل وبدأ يدعم شيوخ العشائر بما يسمى نظام الإقطاع، وأصبح الريف العراقي منتج إلى حد كبير جدا، وأصبح الإنتاج بالعراق وافر جدا بحيث أن الموازنة التشغيلية تعتمد على موارد الزراعة، فكان الريف ريف والمدينة مدينة. تجي للمدينة تحس مدينة، لا بها فصل لا بها قوامة لا بها نهوة لا بها عركة، قضايا مدنية. الريف إلى نظام الخاص به اللي هو العادات والتقاليد العشائرية الموجودة، وما عم بتوسع بهذا الموضوع لأنه حقيقة طويل عريض. بعد ثورة 58 الريف كان يشكل عندنا 75% من سكان العراقيين بالريف، 20% بالمدن، 5% بالبوادي يعني بدو يعني بالصحاري.
بعد 58 أصبح يشكل 75% من سكان العراق بالمدينة و 25% بالريف و 5% ظلت محافظة على نسبتها تقريبا أو أقل قليلا يعني من هذا العدد يعني صراحة. فأصبح أهل الريف أكثر من أهل المدينة بالمدينة. يعني أخذ لك بغداد اليوم، بغداد اليوم 10 مليون، أكثر من 7.5 مليون ريفي بيها أو أصول ريفية خلينا نسميها. لا هو حتى لو إجا قبل 50 سنة يبقى عقليته وشلوكيته وتصرفاته ولهجته. يعني هسه ناخذ مثلا مدينة الصدر، مدينة الصدر 80% من هالعمارة، 20% متفرق. حتى الوالد سنة 57 ببغداد لا زال طابع العمارة وطابع اللهجة وطابع العادات وطابع التقاليد هي ريفية صراحة. يوصل قاضي فلان من العشيرة الفلانية إلى حد كبير يعني فلان الفلان. طبعا هذا مثال بسيط لكل المناطق يعني سواء غربية شرقية نفس العادات يعني جاي من رمادي جاي وهو ريفي نفس السلوك يعني. فزين 7.5% والباقي أصل المدينة أو المدنيين بدأت نيروس أكيد 7.5 تطغى عاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم وتصرفاتهم على هاي المدينة بحيث يأخذ الطابع الريفي. هو والدليل هاي المنصور اللي كان يتغنى بها العراقيون مثلا تلقى مرات محل مكتوب عليه مطلوب عشائري أو مطلوب دم. موجودة لو موجودة 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 وجود معالجات أيضا من عندكم. أنتقل للشيخ نوري العنزي. شيخ أبو صباح يعني لما غالبا نسمع من القانونيين من الأكاديميين هاي المقولة اللي صارت مشهورة، إذا ضعفت سلطة الدولة قوى سلطة العشيرة. بس نرجع بتنشئتنا من كنا صغار نحضر مجالسكم العشائرية، أتذكر كلمة الشيخ علي العاصي لما يقول هاي عقمنا كلها متروسة أوبر اللي يشقوه الشباب لشيوخ تخيطه. طيب اليوم هنا دور العشائر، هل هو دور يعني خلص انه فقط هو يدور سلطة ويدور يضعف الدولة حتى يقوي سلطة العشيرة، لو هو في حال ضعف كل السلطات يحاول انه يهدئ ويكون هو الحكم؟ ابتداء مبارك رمضان عليك وعلى اخواني واصدقائي ان شاء الله وعلى المسلمين جميعا وعلى القناة كادر القناة المحترمين. الحقيقة الحديث عن العشيرة هو حديث عن مؤسسة مطنبة بتاريخ العراق، بس من يومها يعني كلنا ندرك العشيرة بقيمها وأعرافها هي ذاهبة باتجاه الإصلاح. ما في اليوم يعني هي رادت يعني خاصة بمشايخها صاحبين الأصول، مشايخها الأجلاء اللي هم واقعا يعني شيوخ عموم متبنين مشروع المصالحة. يعني من الله يرحمه العاص من يتحدث ويتكلم يعني العاصي على أنه الشيخ العشيرة برنامج الحقيقي هو مصالحة. اليوم كل شيوخ العراق متفقين ضمن قيم وأعراف نبيلة، هم هم ودودنهم هم شلون يبعدون شبح التفرقة. لكن التقرير مالكم أكد على مواضيع مهمة. اليوم المجتمع العراقي حقيقة مع كل أسف يعني استهدف بعدو مركب. يعني من نبي نتحدث عن العدو اللي توجه للمجتمع العراقي هو عدو واقعا يعني استغل كل الظروف لتفتيت المجتمع العراقي. منظومتنا الأخلاقية استهدفت، منظومتنا القيمية استهدفت من خلال ضعف الحكومة. أكد قال التقرير قال الفقر البطالة، موضوع سلاح المنفلت اللي موجود، ضعف إدارة الدولة. يعني أنت اليوم أوجد لي دولة متكاملة ضمن المعايير، من نقول دولة يعني دولة فيها قانون، يعني نقول دولة نقول دولة بها المؤسسات بها سياقات تعامل يومي. هذول كلية مع كل أسف يعني من مفاهيم الدولة الحديثة انفقدت في الوقت الحاضر مفقودة. فأدت يعني هذا الفقر يؤدي الفقر يعني تعرف أنت يعني عدو للمجتمع بشكل
البطالة موضوعها موضوع كليا. ضعف الدولة هي اللي أسست الهواية من السلوكيات المقطوعة المفروضة. احنا ما طالبنا شيء، يعني من 2003 المشايخ موجودين وهم يعني معلومة، وخاصة الشيخ يعني الشيخ عدنان أبو مصطفى، أكدنا ربنا قانون يضبط إيقاع العشائر، يأكد ضمن قانون، ضمن القانون يحمي المجتمع، يحمي هاي المؤسسة الواسعة. من تحدثنا احنا على تحدثتوا على ثورة العشرين، ثورة العشرين كانت المادة الأساسية لها هم العشائر، بس تواجد قانون، يعني قانون العشائر في وقتها من تواجد مو بفكر رجعي أو بفكر متخلف. اليوم العشائر وأبناء العشائر، الأستاذ يمكن عنده ماجستير بعلم الاجتماع وبالجغرافيا وإلى وضعه، السيد ما شاء الله عليه يعني واضح وضعه. من مشايخنا كل شوية حملوا شهادات وتواصلوا ويا العلم ويفكرون ببناء الدولة الحديثة، كلنا نفكر بهذا الموضوع. المجتمع وغزو الريف للمجتمع للمدينة بصراحة من جوي حملوا معهم كل أعرافهم، بس واقعا ترى هاي الأعراف اللي نتحدث عنها هي مو ضد القانون ولا ضد الدولة، بس انت اجد لي دولة، يعني هيئ لي دولة، هيئ لي دولة تحمل هالمعايير اللي نتحدث عنها، خلي يكون قانون قوي. القانون يسري على ابن الريف وعلى ابن المدينة، من تتواجد قوة القانون الكل تنصاع له. بس اليوم احنا نشوف الوضع مع كل الأسف، مع كل الأسف وذكرنا الأسباب، يعني الأسباب هي تواجدات هذا السلاح المنفرد يعني اللي موجود، المناكفات اللي موجودة بالشارع العراقي، المناكفات السياسية أثرت كل شوية على وضعنا الاجتماعي اليوم. خلينا نذهب إلى سيد محمد الجابري. سيد محمد، نتحدث عن أيضا موضوع ضعف الدولة وضعف القانون وقوة العشيرة. طيب هنا راح نشوف حالات عكسية، لما مجلس عشائري أول ما يقدمون القانون خل القانون يأخذ مجراه في القتل الخطأ أو غيره، خل القانون يأخذ مجراه وبعدين احنا نقعد نحل الموضوع عشائريا. أيضا هنالك المتحضر أو المتمدن، الطبيب، المهندس، غيره من طبقات المجتمع، من يواجه لمشكلة يلجأ لعشيرته قبل أن يلجأ للقانون. بالتالي حل النزاعات وفضها لما يتعلق بالعشيرة ويتعلق بالقانون، شلون تلجأ هذه الشخصيات المثقفة إلى العشائر، ومرات أحيانا العشائر يلجؤون إلى القانون، أكو علاقة ترابطية، حل لنا يا شلون شيخ؟ شكرا جزيلا لك وحياك الله وحيا الله ضيوف الكرام مشايخنا الأعزاء الشيخ عدنان الدنبوش الشيخ نور العلزي، كل الناس لهم باع طويل في هذا الجانب حقيقة في جانب التعايش السلمي. ونقول لشعبنا العراقي رمضان كريم مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله يوم يعم الأمن والأمان ويقوى القانون. لأبدأ من حيث طلب جنابك الكريم، نحن عندما أتحدث يجب أن أتحدث تحت حقيقة المسمى الذي أنا أعمل به اللي هو رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات. وبما أن جنابك الكريم تركز على هذا الجانب، أنا أقول لا نريد بأي حال من الأحوال أن تكون العشيرة بديلة على القانون. نعمل بكل ما نستطيع أن تكون العشيرة داعمة إلى القانون. هذا الشعار تسعى لتحقيقه أو هو محقق على أرض الواقع؟ الآن غير موجود على أرض الواقع لعدة أسباب. القانون العراقي موجود بمواد جدا جيدة، ولكن التطبيق غير موجود. النتيجة بسبب شنو؟ عدة أسباب كثيرة لا مجال للخوف فيها حقيقة. نحن نريد أن يسود القانون لتضمن العدالة الجميع، ونحن في رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات عملنا منذ يوم التأسيس. بالمناسبة أنا يعني حقيقة أقولها بتواضع، إحنا عقدنا أول مؤتمر من أجل هذا يوم 9/4/2004 في جامع براثة. قلنا للناس، ذهبت إلى عدة شخصيات عراقية، وقبل قليل ضمن التقرير طلع الشيخ علي البرهان، أنا اتصلت بالشيخ علي البرهان شهر 11/2003 لنؤسس إلى مؤتمر عقد في جامع براثة يوم 9/4/2004، نحذر من الفئوية والطائفية والأنا، وحقيقة نقول نريد أن نبني البلد، ونركز على هذا الأمر. يعني من حق العشائر العراقية تفتخر أنها كانت تعمل في هذا الجانب منذ ذلك الوقت،
والمؤسسة الدينية عندما توجه خطابها توجه إلى المؤسسة العشائرية. وربما لا أريد أن أذهب بعيدا لك لا أنسى هذه الفقرة جنابك الكريم أول ما تحدثت في بداية تقريرك قلت ثورة العشرين، إحنا نطالبكم كجهات إعلامية، واليوم أصبح للإعلام دور كبير مهم في نشر ثقافة في أي ثقافة، ونريد أن تركزوا على ثورة العشرين، هذه الثورة التحررية الكبرى التي اشترك فيها جميع أبناء الشعب العراقي، وهي الثورة الوحيدة التي من أجل التحرير، وكل الثورات التي حصلت هي من أجل الاستثار على السلطة ليس إلا، ولكن ثورة العشرين ثورة تحررية، وخرج أبناء العراق بصدور مكشوفة أمام أكبر ترسانة أسلحة وهذا معروف، ولكن هذه الصدور المكشوفة يعتبرها الإيمان بعدالة ومشروعية قضية. فنطلب من جنابكم الكريم لا سيما نحن بعد يعني أقل من شهر أو شهرين راح ندخل في ذكرى ثورة العشرين الذكرى 102، فنتمنى على جنابكم الكريم أن تأخذ قناة الأيام دور مهم في هذا الجانب. نعود إلى موضوعنا اللي حضرتك تفضلت به، هو لا فرق هناك بين المثقف وغير المثقف بالالتجاء للعشيرة. المثقف عندما يجد قانون يحفظ له حقوقه ليش يروح للعشيرة، لكن يكون مضطر بالمناسبة. وراح أقول لك شيء، قبل شوية الشيخ الجليل عند إحصائية تكاد تكون شبه دقيقة بالنسب المدنية إلى أبناء الريف، هو هنا من كانت يقول لك كانت بالمدينة ما كانت أكو لا فصول ولا أبدا، لكن الآن لا سيما بعد السقوط الذي حصل، بعد التغيير الذي حصل بعد 2003، هناك كثير من الناس ليس له علاقة بأي شيخ من الشيوخ العشائر، ولكن بعد التغيير الذي حصل التجأوا إلى عشائر هم لا ينتمون إليها، لكن من أجل أن يحفظوا نفسهم بصراحة. بالمناسبة كثير من السادة وحقيقة من العوام التجأوا إلى عشائر، حتى هم يعني عند التسلسل العشائري هو ما يعرف إن من يرتبط بأي عشيرة، فإجا ذب جرش مع كنانة، ذب جرش مع نزة، ذب جرش من السادة الجابر، ذب جرش إذا كان سيد في سبيل يحفظ نفسه، احتاج العشيرة. هو ليش احتاج العشيرة؟ لأن ماكو قانون يحميه، ماكو قانون يحفظ حقه. الطبيب عندما يعمل عملية يأتي بوالدة صاحب العملية وأمه وعمه وخالة وبن خالة وبن عمه، يوقعون عشرة، لكن إذا ما حصل شيء إلى هذا صاحب العملية الطبيب هنا أصبح في مهب الريح، وأصبحت حياته في خطر، وتغلق العيادة ماله دون رادع أو وازع. ولهذا عندما حقيقة شبعياته وروح للعشيرة تجي العشيرة تتفاهم ويا الجماعة يصير الفصل في سبيل يرجع يفت. وكثير من الطاقات العلمية وعملنا كثيرا من أجل المحافظة على الطاقات العلمية، الطاقات الأكاديمية الموجودة في بلدنا حقيقة، وليس فقط بالأطباء، كثير من المهندسين من المعلمين وما ذلك. أنت وجد لي مثل ما تفضل الشيخ، وجد لي قانون يحفظ حق الجميع، والعشيرة راح تكون داعمة للقانون لا بل مجبرة أن تدعم القانون. وبالمناسبة سحبوا توك توك، شلون سحبوا توك توك مديرة المرور دقوهم عشائريا لمديرة المرور. بالله عليك هذا يصير؟ ترى هي مو العشائريا يعني حقيقة، يعني هاي العشيرة ما لها علاقة، ذولي خارجين عن القانون، يعني خارجين عن علاقتنا الاجتماعية. استاذ احمد اذا يسمح للشيخ بس موضوع حتى لا انسى، راح اقول لك شيء. الاضاءات في تاريخ العشائر العراقية لا سيما عند المشايخ تجعلهم في مقدمة يعني شعوب العالم، ولكن هذه الإضاءات اضمحلت أمام الذين يخرجون على القانون وباسم العشائر، والعشائر منهم براء. نعم هم عندهم تسميات ينتمون لها. أكو خارج عن العشائر؟ أكو فعلا كثير خارجين. سميها العقول المنفلتة شو نسميها؟ لا يعلق عليها الشيخ، دارس كبير هذا يعني. تفضل. أقدر أوضح شيء؟ تفضل شيخ. يقال أن المرجع الأعلى سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه خرج من زيارة الإمام علي متجه إلى بيته، فوجد أحد المعممين يأكل بالطرقات، اقترب منه قال له أعطنا عمامتنا واشتغل ما شئت. أيضا عندنا ناس مهم هاي القصة لبسوا العقال وهم لا ينتمون أو يفهمون معنى العقال، هاي موجودة الشعر لطيف موجود. ولكن أنا لسه هذا حبيت أوضح به قضية يجب أن نلفت بها نظر السادة المسؤولين أصحاب القرار والذين بيديهم التشريع والمراقبة والتنفيذ.
ليس انه الحل في رش مبيد على الحشرات الموجودة بالمستنقع، ولكن جفف المستنقع. ردم المستنقع. كيف أردم المستنقع؟ بالتعليم، بالثقافة، بالوعي، بالقضاء على البطالة، بالدورات الثقافية، بالتأثير المباشر من قبل الدولة على تطوير المجتمع علميا وثقافيا، ودعم رجال العلم، ودعم الطلبة. نحن مرينا بمرحلة احنا عشناها، وانت ما ادري تصغر من عندنا عمرا، لكن احنا الكبار بالعمر كانت الدولة تنطينا راتب 20 دينار، طالب جامعي ياخذ 20 دينار اللي كانت عادل 60 دولار واكثر، واللي كان الدينار ما يخلص، تصل المصلحة بعشر فلوس و15 فلس تركب بي. وكان الطالب كل الكتب بدون مقابل، بدون مقابل، والقسم الداخلي 5 نجوم. احنا عشنا هاي المرحلة، هذا كله يأثر بالتنشئة طبعا، لأنه بعض لا ودعم الكتاب شيخنا ودعم. ولكن الآن الحقيقة تعليم انهار، ثقافة انهارت، تأثير الدولة المباشر في التعليم أيضا انهار. بعض هاي المظاهر رصدوها أن الزملاء في غرفة الحصاد، ويقدم لنا إياها الزميل ظفر علي. نتابع تقرير الانفوغرافيك وبعدها نرجع نكمل جلستنا الرمضانية مشاهدي الأحبة. يشهد البلد تصاعدا ملحوظا بظاهرة النزاعات العشائرية التي باتت تتكرر بشكل أسبوعي ويسقط بسببها الضحايا، بالوقت الذي ترتفع به التحذيرات من تنامي النزاعات العشائرية في المحافظات العراقية، إذ أن النزاعات العشائرية باتت تقلق السلم الأهلي. وبحسب الإحصائيات أن مجموع الضحايا في السنوات من 2016 إلى 2018 بلغ 75 مصابا و11 قتيلا في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية، إذ تتجنب القوات الأمنية التدخل وخوض الصراع مع العشائر لأسباب عديدة، أهمها امتلاك العشائر لأسلحة متنوعة، وهذا يظهر الفشل الحكومي. لكن في الآونة الأخيرة جرمت ما يسمى بالدقة العشائرية، لكن التنفيذ لم يكن منظم، لتستمر النزاعات تزداد يوميا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت الحاب بمشايخنا الكرام حياكم الله. شيخ أبو صباح، نتحدث عن الدقة العشائرية، ربما وردت بالسنين العشائرية الدقة العشائرية، نطت الحق لهذه العشيرة وهذه العشيرة بأن تستخدم الدقة العشائرية، شو وقت يستخدموها؟ أصبحت هذه الدقة أيضا في المدن وحتى في الأحياء اللي نسميه الأحياء الراقية مستشرية. القانون قوة بهذا الجانب، توقفت الدقة، لكنه لحد البارحة أو قبل يومين بالشطرة أيضا كان ضحية الدقة العشائرية أحد الضباط. شو نتحدث عن الدقة العشائرية؟ موضوع الدقة العشائرية يعني جذورها وأساسها هو عملية تنبيه لا أكثر ولا أقل، لكن الأخوان بالفترة الأخيرة صار موضوع الإفراط كليا. أنا لي حقوق شمل العشيرة الفلانية، العشيرة الفلانية طبعا هي بعملية تدريج يفترض أني أجز جماعة اللي حق أني يم الشيخ أبو مصطفى أخوي اللي حق كأنك صار الموضوع كيت وكيت، فانطيني حقي. أبو مصطفى رجل كل أعراف اجتماعية ويعرف الأصول وقال له مجموعة ما صار توقع زين، خلينا نقعد أني وياك إلى طرف ثالث فرابة حتى ننهي الموضوع. يعني هاي الطرق اللي مستعملة بالعشار اللي أعرفها، بالعشار اللي نتحدث عنها، العشار اللي تؤمن بالأعراف النبيلة بالأصول، تعال نقول طرف ثالث خلينا فورا أنا وياك اللي حق يمك. أكو أخطاء الصيغة طلاب العطوة وبعدين هذا مرحلة ثانية، تعال أخذ منهم جا عطوة وخلينا نقعد على فراش الصلح ونسولف أنا وياك. ما يجي أنا أنبهه، من ما يوصل وياي أنبهه. هو الدقة لربما تكون طلقة واحدة لربما، بس الإخوان راحوا بها باتجاه المغالاة كل شوية يعني بالوقت الحاضر، لأنه القانون ماكو وما يصون. يعني كل أغلب شيوخ العموم
كلهم الشيوخ الأصول اللي موجودين اللي يعرفون القيم الأخلاق ما يؤمنون بموضوع الدقة، يبقون يتواصلون، يبقون يأكدون على 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 رسائل التقريب، وجهات النظر، الخلافات، حتى يصلون إلى نتيجة. بس هسه استغلت أكثر المواضيع اللي استغلت هسه في الدقة العشائرية حقيقة أنا أحكيها، يعني باتجاهات أخذ يفكر بأنه إلى حق بس هو باطل، وصارت عندنا هواية بالدقات مو الشيخية يعني مضبوط. يعني الدقات العشائرية الشيوخ العموم ما يرفضوها، بس أكو عالم يدعون بشغلة بطل يرهبون الآخرين، وخاصة إذا صير عندنا بالمدن. والله قصص هواية هي بهذا الموضوع. طيب. إحنا من نقول أكو قانون، وهذا القانون يتفعل بالشكل المضبوط، هذه كليتها السلوكيات السلبية تروح تنتهي، تبقى الأعراف الاجتماعية اللي موجودة عندنا اللي ما يقدر بتخلى عنها نهائيا، هي باتجاه المصالحة. قوة القانون هنا شيخ نوري، القانون قوة، ومنع الدقة العشائرية، وصار هدوء بالمجتمع، والناس يعني بدأت تعبر عن رضاها حول هذا الموضوع. ايه؟ ليش هسه رجعت تضعف هاي المسألة؟ لأنه تنفيذ المتابعة الحقيقية ماكو. احنا اهم مساله مع الفقر اللي تحدثنا عنه، مع البطاله اللي تحدثنا عنه، مع السلاح اللي سولفنا عنه، هو موضوع الفساد. مع كل اسف يعني مفاصل الدوله العراقيه اليوم اكو بها فساد كلش قوي، يعني من يبين ينفذ القانون بشكل او باخر يتخلصون بالاساليب الغير اصوليه والغير قانونيه. يعني الفساد جزء اساسي من يعني تمنيع هذه القوانين اللي موجوده. طيب. فيعاد مره ثانيه لانه صار المجاميع هواية. نعم. مصدر رزق ومصدر عيشه. بين العشائريه والدوله والقانون هنالك دور المرجعيه سيدي محمد، المرجعيه في اغلب من مره توقف وتقول الحق وين وتوجه، وحد قبل يومين كان اكو توجيه ايضا المرجعيه حول الدقة العشائرية، حول النهوة، حول الجلوة، حول ملاحقة أخذ الثار من غير المسبب، من غير القاتل. بالتالي عدة يعني تعليمات وتوجيهات وجهتها المرجعية. أثر هذه التوجيهات راح نلاحظه يطبق بالواقع؟ شكرا أستاذ أحمد. ما تفضلت به من توجيهات للمرجعية الدينية، وهذا التوجيه اللي صدر قبل يومين ثلاثة هو ليس ولي الصدفة، ترى هذا صار لأكثر من سنة ونص. ولكن يبدو أن النواهي، طبعا المرجعية الدينية منين تجيب مصدرها من الكتاب، كتاب الله، من القرآن الكريم ومن السنة. ولكن يبدو أن العشائر أو الذين يفعلون هذه الأمور من العشائر يبدو بعيدين كل البعد عن النواهي التي جاء بها القرآن الكريم. نحن نؤكد على النواهي أن تأخذ دورها من خلال المنابر، من خلال منابر الجوامع، من خلال منابر بيوت الله سبحانه وتعالى، من خلال المنابر التي تحصل بإقامة الشعائر الدينية والتركيز على النواهي التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والأئمة الأطهار والسلف الصالح، من أجل التأكيد لتذكير الناس بما يريده الله سبحانه وتعالى وما ينهى عنه. لكن هذه الأمور التي تحصل، والدليل راح أقول لك شيء، إحنا بالنسبة لنا عندنا شهر رمضان شهر مقدس. احنا لحد الان عدد القتلى الذين وصلوا، احنا لحد الان يعني تجاوزنا 2000 من شهر رمضان تقريبا، عدد القتلى ذا تحسبهم حقيقه تفوق لربما الشهر اللي قبله او باقي الشهور، وهو شهر رمضان. اذا تاكيدات المرجعيه حرام، ها شهر حرام. نعم. فاذا موضوع النواهي القرانيه او النواهي الدينيه او ما تاتي به المرجعيه يبدو ان هؤلاء لا يهتمون به. فإذا عندنا فقط طريق مهم جدا أعني به، طريق القانون. حضرتك سألت الشيخ الله يسلمه حول الدقة العشائرية، بدأت جيدة جدا وبعدين بدأت يعني بسبب شنو؟ لأن ما صار تطبيق. ثم شيء راح أقول لك به، مو بس الدقة العشائرية ترعب الناس، راح أقول لك أكو فد أدران نشأت كثيرة جدا، هي كانت موجودة ولكن موجودة مثل ما أشارت، الدقة العشائرية موجودة بإسرائيل لكن كانت على شكل تنبيه وبالقرى فقط، وتستخدم طلقة أو اثنين، وحتى كانت البندقية التي يرمى بها تعرف هاي المن، هاي البندقية شيخ الفلاني، هاي البندقية لفلان، لأن كانت البنادق على. الآن أخي، الآن بمجرد أن يموت واحد تخرج العشائر باستعراضات
ليس لها أول ولا آخر ولا جاء بها ولا استعراضات مباهات ولا ذراع ورسائل إلى العشائر الأخرى إننا ترى سلاحنا هذا، وتبدي البيكيسيات والدوشكات توضع على واحد حاط لدوشكا رابطها ببيكم بوصل بمجرد أرمة طقة الوصل وضعت البيكم وكتلة العالم وضعت هاي الجسمة. فهذه الأمور يجب أن تؤكد عليها. اثنين، أنا يعني بصراحة إحنا هاي الوادي من القاعدة همك هسه، وأنا إحنا ترى عندنا مساهمات كثيرة في هذا الأمر، قدمنا 70 مقترح إلى وزارة الداخلية من أجل سحب هذا السلاح الثقيل، سلاح ثقيل متوسط عند العشائر موجود بالقرى والأرياف وحتى بالمدن، قلنا لهم يابا اشتروا من عندهم انطوهم فلوس إلى الوقف الشيعي وغير الوقف السني، انطوا لمن يسلم سلاحه حج 5 أشخاص من بيتك 3 أشخاص. هذه الأمور الترغيبية من أجل تسليم السلاح، الشخص اللي يسلم سلاحه من الشيوخ إيش قد نسمي رجل السلام، يعني أكدنا على هذا الأمر. وحقيقة في أكثر من لقاء تلفزيوني ذكرنا هذا، ومع الناطق الرسمي في وزارة الداخلية السيد لواء المحنة في وقته وأكدنا على، لكن ما يعني ماكو تطبيق. فإذا أخي العزيز، إذا ماكو قانون يحكم الناس وقانون فاعل وصارم يطبق على الجميع، تبقى الأمور لا بل هي من سيء إلى أسوأ، ومرة ترتفع ومرة تنخفض، لا أن يأتي القانون يطبق يومين أو ثلاثة وبعد يومين. كثير من القوانين التي صدرت، وبالمناسبة هذه القوانين يصاحبها شيء كبير، الانهيار في المنظومة الاجتماعية العراقية خاصة والمنظومة العشائرية عام خاصة والعراقية عامة، يتطلب من الجميع التحمل مسؤوليته، المشايخ سادات المجتمع كل مفاصل المنظومة الاجتماعية. بالمناسبة أكد الشيخ على قضية، يعني يجب أن تسير بخطوط متوازية، التعليم، الموضوع الصحة، موضوع البطالة، هذه الأمور كلها الخدمات، المصالح. نعم. محفوظ لما نحكي عن المصالح، يعني أكو دقة عشائرية لها جذر أخلاقي تجاوز كذا، بس اليوم نحكي عن عشائر تمتلك سلاح ثقيل وتجارة، تمارس التجارة، وأي عشيرة تزاودها على هذا الموضوع تجارة مشروعة أو غير مشروعة، وإن أخلي شيء بالمخدرات النموذج وتصير حروب بين هاي العشيرة وهاي العشيرة، وعشائر تتقاتل، يعني أرتال حكومية من الجهات الأمنية تتحرك وما تحل هذا النزاع، هذا شلون نوصفه؟ أحيانا نطلق على من يتجاوز القانون نقول خارج عن القانون. طيب. وأيضا يجب أن نطلق على من يخرج عن العرف نقول خارج عن العرف. نعم. فمثل ما أكو خارجين عن القانون أكو خارجين عن الأعراف. أنا أحب أعطي وصف حقيقي وبدون تحيز لكوني أنا أنتمي لهذه الشريحة، وإنما أقولها بكل حيادية وشفاف جدا في هذا الموضوع. إنه الأعراف والتقاليد العشائرية 90% منها ممتاز، الكرم، الشرف، النخوة، الدفاع عن المظلوم، حلول المشاكل، مساعدة الضعيف، يهبون لنصرة الوطن، وهي أمثلة كثيرة على هذا، يعني كثيرة جدا. أيضا عندنا ناس حقيقة خرجوا عن العرف بالكامل، هؤلاء أنا من خلال قراءتي للوضع وشاهدتي وألمسه بإيدي يوميا، إنه هؤلاء حتى خارجين عن عشائرهم وعن شيوخهم، لأن يستخدمون القدرة الآن الموجودة عندهم بسبب ظرف ما لمصالح ومكاسب شخصية، هذه موجودة صراحة. هذه مو بكل العراق، حتى لا أكون ظالم، ترى إحنا عندنا مناطق للأسف الشديد جزء منها أصبح بناس هكذا خارجين عن القانون، وإلا ما تعمم القضية. أنا ضد التعميم بالسلب بهيك موضوع على الإطلاق، جزء بسيط، ولكن للأسف الشديد هذا الجزء البسيط بدأ يؤثر على سمعة أعم الأغلب من الناس الشرفاء والناس الملتزمين بالأعراف والقواعد والقوانين والشرع الديني بشكل كامل. هؤلاء هم من أثر علينا، أثر على سمعتنا، أثر على سمعة الأعراف والتقاليد الصحيحة، وبدأ يطي انطباع ونظرة سيئة
عن العرف العشائري وعن أهل العشائر. لذلك نحن نقول أن القانون يجب أن يطبق على هؤلاء كما يطبق على الخارجين عن القانون. شلون أكو ناس خارجين عن القانون يطبق عليهم القانون ويودعون السجون ويذهبون إلى المحاكم، كذلك هؤلاء الخارجين عن الأعراف والتقاليد ويستخدمون العشيرة لأغراض ومكاسب ومصالح وإضرار بالمال العام وإضرار بالمال الخاص والاعتداء على الناس، يجب أن يطبق عليهم القانون بقسوة أيضا ويذهبون إلى السجون. وممكن إحنا نتعاون ويا الدولة بهذا المجال ونحدد الناس سيئين، ممكن نحدد الناس سيئين بدون وجل أو خوف، نقول هذا سيء هذا سيء هذا سيء، هذا فعل هذا هذا فعل هذا فعل هذا. لكن للأسف الشديد أكو تواطئ من أجهزة الدولة، والمصيبة حتى أكون دقيق وياك أنا دائما أحكيها هاي، أغلب مسؤولي الدولة في المحافظات أو في بغداد، أغلب المسؤولين الإداريين التنفيذيين أو السلطة الشرطوية أو العسكرية هم من نفس العشائر مع تلك المنطقة. نعم. هذا ما يجوز، يصير تحيز، يصير توسط، يصير ميل. فلذلك كثير من القضايا يدري يا الشيخ ويدري يا السيد، نعم، يدرون انه كثير من القضايا ما قدرنا نحلها لان اكو تواطؤ ما بين المسؤولين بالمكان مع من هم يعتدون او يقومون بالفعل الاجرامي. نبقى اترخص منك شيخنا حتى نخلي الجزء الاخير من جلستنا الرمضانيه وهذا الكلام اللطيف وهاي الجلسه المباركه نخصصه عن الجانب الاجتماعي، والزميله نهى الشمري ايضا عدت لنا تقرير بهذا الشان، وتشكل العشائر العراقيه جزء اساسي من المجتمع العراقي، حافظت على امتدادها وبقائها على الرغم من الازمات السياسيه والامنيه اللي اصبت بالبلاد. غرفة الحصاد عدونا هذا التقرير، نتابعه وبعدين نكمل جلستنا الرمضانيه. لم يكن دور العشائر مغيبا عن الساحة العراقية منذ عقود مرت، فقد دون التاريخ بطولات حافلة بالأمجاد والمفاخر لأبناء العشائر على مر الأجيال، بدءا من الثورات التي قامت في القرن الماضي ومقاومة الاحتلال البريطاني بدفاعها للحفاظ عن أرض الوطن وصولا إلى أحداث داعش، ولم تنتهي عند استعدادها لمقاومة الاحتلال الأمريكي إن تطلب الأمر. العشائر لها دور من زمن العثمانيين، من زمن حتى قبل الإسلام، العشائر ومذكورين بالقرآن، الله يعني يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. العشائر يعني لها دور متميز بخدمة هذا البلد وبعطائها المتميز بفض المنازعات اللي تحدث وفض المشاكل عندما يدخلون بها بفترة قياسية من الوقت والزمن حقيقة. ومن جانب آخر فتلك العشائر ورغم حفظها للقيم والتقاليد الاجتماعية العراقية ودفاعها عن المقدسات، إلا أن هناك من هو منفلت في صفوفها، فذكر لنا بعض رؤساء القبائل أن ثمة من يستخدم جاه العشائر وقواتها لمصالحه الشخصية، الأمر الذي يضر بسمعة تلك العشائر ويقلل من شأن إنجازاتها التي حققتها بدماء أبنائها في حال لم تواجه بالرادع الحازم من قبل العشائر نفسها. الثوابت موجودة بالعشائر، شيوخ العشائر الأصلاء معروفين من سلالة معروفة أكيد، وهذول الدخلاء يعني ظهرت منهم ظواهر كثيرة، منها الدقة العشائرية، منها الأمور الأخرى، الابتزاز، حتى قاموا يتحايلون على المواطنين، يجي إذا بنفسه قدام السيارة ويجي واحد معقل يبتزون الناس الفقراء يشوف له شايب يسوق السيارة. فهذه العشائر العراقية في الوقت الحالي قد تكون سلاحا ذو حدين، رغم المحاولات الجادة من قبل رؤسائها بالتصدي لمثل تلك السلوكيات الخاطئة التي يعدها لا تمت للعشائر الأصيلة بصلة. تقلبات سياسية وأمنية واجتماعية كان للعشائر العراقية دور واضح بالتصدي لها في وقت كان المجتمع على شفا حفرة من الخطر،
فوجود بعض الهفوات العرفية لا ينفي دورها بإنقاذ البلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بالجزء الأخير والمختصر راح يكون لمشايخنا الكرام يعني اليد الطولة في موضوعات نحددها وكانت نقاط مفصلية في المجتمع العراقي. شيخ عدنان دنبوس، لما نتحدث عن مجتمعنا اللي مر بأزمات متعددة وصفحات يعني يمكن لا نستذكرها صدرنا ينقبض، لكن كان للعشائر العراقية دور كبير في لملمة الجراح، في القفز على ما حدث في يعني تفكك للمجتمع العراقي، وبقت العشائر لازمة بديها ورجليها هذه البنية المجتمعية، وبالتالي عبرتها إلى بر الأمان. شنو المشاهد الإيجابية اللي تستعرض لنا حضرتك في دقيقة إذا تسمح؟ أولا يعني الفضل الكبير للعشائر على الوطن في سقوط نظام صدام حسين. العشائر مسكت الأرض ومسكت الدولة ومسكت ممتلكات الدولة وحمت ممتلكات الدولة، وهذا معروف لدى الجميع. هذا أولا. ثانيا، في كل أزمة بالعراق العشائر تهب، سواء فيضان سواء نكبات سواء حروب. ودليلي على هذا من أعظم ما قامت به العشائر هي تلبية نداء المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظل الوارف، وهبت كل العشائر لا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لمال ولا لأخذ موقع ولا لتأسيس جيش، اطلاقا ذهبت بكل صدق. طبعا البعض استغلها بعدين وسوى شغلات واستفادوا منها وقصة وصاروا احوال ما لنا علاقة بهم. انا احكي على العشائر احنا اللي ما لنا علاقة بالمصالح، كنا هبينا ولبينا النداء وعقدنا مؤتمرات وموجودة وموثقة ومؤرشفة، وهذا أعظم نصر قامت به العشائر للدولة العراقية وللمسلمين جميعا يعني وللمعمورة. واضح. لأنه داعش كان خطر على الجميع. طيب. أيضا قبل داعش كانت صفحات من الطائفية وصفحات من التفكك المجتمع اللي تعرض للعراق، دور المصالحة ودور مشايخ العراق كان لهم دور. شيخ نوري العنزي وحضرتك أيضا كان لك باع، أو حضرتك أصبحت نقطة اتصال بين الحكومة والعشائر ونجحت بهذا الدور. في دقيقة شلون تعبر لنا عن أنا بس بدي أكد مرات أن يفرز ما بين العشيرة العموم وما بين شيخ العشيرة. نعم. شيخ العشيرة بهذه المرحلة المراحل الأخيرة حقيقة كل مصادر القوة اللي يملكها انتزعت من عنده، يعني ما بقت عنده مصادر قوة حقيقية يقدر يتفاعل بها، لا القانون لا قانون لا أكو نظام، يعني فالنظام وقانون حقيقة يقدر يضبط بها المجتمع. الشيوخ العشائر يعني بالطائفية ما شفت يعني نهائيا بالمصالحة الوطنية من اشتغلنا والمشايخ معلومين، ما شفنا الشيخ عشيرة راح باتجاه الطائفية أو راح باتجاه الكراهية، مع أنه يخشون البنادق تسلطت على رؤوسهم بس هم بقوا متصدين، يعني العالم يعرفون كل زين عمقهم إذا كان هو بجنوب العراق إلى عمق موجود بشمال العراق. فشيوخ العشائر بالذات كانوا متصدين أساسيين للطائفية وللأحزاب الطائفية، وحققوا شيء وقدموا الكثير من الشهداء. يعني مسيرتنا من شيوخ القبائل شهداء موجودين بعدد كلش كبير، كله لأنه يؤمنون بالهوية الوطنية العراقية والدفاع عن العراق الواحد. احنا اليوم اللي اشوفه هذه يعني بس اذا اسمح لي باحوج ما يكون الى تشريع قانون لشيوخ القبائل. هذا القانون يضبط ايقاع العشائر، يعني ينطي لشيوخ القبائل استحقاقاتهم الحقيقية. اليوم الشيخ القبيلة كل شيء ما عنده، كل استحقاق ما عنده، لربما حتى المسدس اللي يطلع الهوية يتعب على يطلع الهوية مع حمل السلاح وهو مستهدف بنفس الوقت. فيفترض يكون هنالك قانون حقيقة وفق الدستور 45 ثانيا المادة بالدستور تأكد على أنه الشيوخ العشائر يفترض أن يمنح لهم دور لتعميق وترسيخ أعرافنا النبيلة، قيمنا، أخلاقنا، ضبط إيقاع العشائر، عملية الفرز للمسيئين اللي يصير يأشرون عليهم، يصيرون جزء من صلاحيات
مجتمعية تضبط إيقاع السيئين لا أكثر ولا أقل. إحنا محتاجين هذه اليوم محتاجينها ونريد بشكل حقيقة يعني هذا القانون قانون المجلس الوطني لشيوخ قبائل وعشائر العراق اللي اشتغلوا عليه المرحوم رحمة الله على روحه يعني شيخ حسين الشعلان عدنان البنبوس دكتور حبود الوحيد عدد كلش كبير من مشايخنا اشتغلوا عليه في البرلمان وتمت قراءة أولى بس منفذ من ذاك اليوم لليوم هذا منفذ مثل ما قانون التعايش السلمي برنامج حماية التعايش السلمي وردنا مجموعة قوانين تحمي مجتمعنا من الخطاب الطائفي خطاب الكراهية خطاب العنصرية كل تردناها قانون بالحد الأدنى اللي يسيء من هاي القنوات المسيئة اللي تستهدف المجتمع وتجزئة المجتمع ردنا قانون يصدر حتى هاي القوانين تجي تحاسب بس لحد هاللحظة هذه البرلمان ما ولا قانون من القوانين المرأة ما أخرنا لكنه حبينا يكون عين البلاد. المرأة شرف القبيلة واسم تتغنى به العشيرة والعشائر كثير تسمت باسم نسائها الخيرات والشريفات والنجيبات. بالتالي لما النهوة عاطلة وباطلة بالسناين والقصة بقصة ممنوعة والنهوة ممنوعة خلي نبدي سيدنا السادة ينطون بالعوام لو لا ينطون الآن علامة جيدة. المرأة اشتأني بالعشيرة حقيقة. احنا في أدبياتنا وفي خطاباتنا نقول بأن الإضاءات الموجودة في تاريخ المرأة العراقية تضعها في مقدمة نساء العالم، وأنا من الناس أفتخر بأني لدي أكثر من 11 بحث حول المرأة العراقية يؤكد دور المرأة العراقية. والمرأة العراقية بالمناسبة نحن نقول بأن للعشائر العراقية إضاءات أكدنا عليها في مقدمة شعوب العالم. المرأة العراقية جزء بالرغم من الشرنقة التي وضعها فيها المجتمع، ولكن عندما يحتاجها الوطن أو عندما يحتاجها الموقف تكون المرأة العراقية بالمقدمة مع الحفاظ على حشمتها وعفتها. ولا نذهب بعيدا عندما نراها في ثورة العراق التحرري الكبرى ثورة العشرين الخالدة حطمت الشرنقة لتظهر إلى ساحة المعركة تخلي الشهداء وتداوي الجرحى وتقدم المؤن والعتاد وكانت جزء من المعركة، والشواهد كثيرة على ذلك لا سيما موضوع الأهازيج الحماسية التي أطلقنها نساء العراق وكانت خير دافع لأبطال العراق لكي يحققوا حقيقة ذلك النصر ويؤسسوا إلى الدولة العراقية. هاي بالنسبة للمرأة. بالنسبة نعود إلى دور العشيرة حقيقة. ركز إذا بس على ما خفت تزعل من المرأة. خلاص إذا المرأة تنطون هسه للعوام وليش؟ نعم السادة إلى حد قريب كانوا يعني أكو سادة لا يزال يعني في شو يعدهم بس لا الآن أصبحت القضية جدا طبيعية. هذا تأذي سيدنا أنه أيضا تدخلكم وحراكم ونشر هذه الثقافة المجتمعية. المجتمع هو المجتمع بالمناسبة كثير من السادة كانوا ما يطلون مثلا يطل السيد أو بس للخزاعل للسيد أو بس لشنانة أكو هي هذا موروث عشائري كان لكن والآن لكن الآن ماكو سادة ما يطيء إلا للسيد. لا هذا الموضوع يكاد يكون انتهى. وشيخنا موجود سيد أطلب منك مرة تنطي وهذا لازم المخرج بس أكون ما أشوفه. تطور المجتمع تطور المجتمع يفرض نفسه. أعطيك مثال. نعم إحنا إلى قبل 20-25 سنة ما حد يرغب يقعد بشقة. العراقي ما يرغب يقعد بشقة إطلاقا. سكن العمود الملغي مستحيل. لا زال أنا متأكد الآن كل العراقيين مستعدين يقعدون بشقة خلاص. الظرف حكم. نعم طبيعة الحياة حكمت، المعيشة حكمت، كذلك موضوع الزواج. الزواج قبل أكو محددات إله نتيجة عادات لا من الدين ولا من الشرع، عادات تقاليد. الآن هاي بدها تنكسر بسبب تطور المجتمع أيضا. طيب شيخ أبو صباح طلبنا مرة من السيد. أقول لك إحنا يعني العشائر خلينا نرجع للموضوع. العشائر يعني غيرت الموضوع. العشائر ما تعتبر المرأة حاضر. السيد ما يرفض طلب. السيد ما دام أكو عمل به خير نعم بخير ما يرفض طلب ما يكون الامر. بس تبقى ترى قدسيه ما بعد قدسيه الله سبحانه وتعالى والانبياء والاولياء. نعم. ترى المراه عندنا في شيء مقدس جدا. اكو معركه عند امامك تعرفها وهي شمر وهاي معركه طويله 6 اشهر تعرف كل جهه لانه حصه انضربت
هي العمارية اللي صادها هاي مذكورة بالتاريخ عن حصة ما تمصر. ها هاي لا تمص العيون حصة يعني بقت ست أشهر المعركة على مضمار انضربت وراحت من مئات من الرجال وتعرف عشرة أربعين الذبة بزينب هذه ويا شمر صارت يعني الفصل بعدين حتى الفصل كان بالتاريخ الشيوخ من هذه يوطد العلاقة ويقوي وينهي الضغينة اللي موجودة يعني قضية إيجابية في وقت في وقتها يعني إنهاء نزاع دموي كبير احنا سيء استخدامها أيضا توقفة أضيف الشيخ نوري قضية الفت نظركم إليه كل أخوات العشائر بامرأة يعني شو جابوا من المرأة هو عندي نخوتها استاذ احمد زين اذا يسمحوا لي مشايخ العلم بتال وقت ما دام القضية احنا داخل موضوع المرأة اناشد المرأة العراقية من خلال قناتكم احسنتم سيدي ان تلتفت الى نفسها وتلتفت الى قضية موضوع الطلاق الذي اصبح الان وصل الى درجة مخيفة البحث عن السبب لتقدم المرأة العراقية البحوث والتقارير في هذا الجانب من اجل معالجه هذا الموضوع هذه الافه الخطره جدا. طيب احنا في المشكله مو مشكله المراه المشكله النظام السياسي اللي موجود بالبلد اللي مدى يعالج ولكن العشائري يعني وحده من ركائز هذه المنظومه بالاضافه الى المنظومه عندما تحمل المراه السبب حتى تنتج المعالجه باعتبار المراه قريبه هي المعنيه لا يؤدي ما دام على المراه وحده الحديث الظاهر وليس سحور ان شاء الله راح نخطب لك مره اذا تريد الجوله خارج الجو مشاهدينا احب اسالناكم سؤال استطلاعي في بدايه الحلقه وقلنا لكم هل تعتقد ان تكاتف الجميع وتفعيل القانون ومحاسبه المقصرين والعوده للشيوخ العامين الاصيلين كفيل بحل المشاكل العالقه بين القبائل بعضها مع البعض الاخر 80% قالوا نعم توجهتوا بهذا الاتجاه مشكورين و15% قالوا كلا 5% تحفظوا على الإجابة الشكر الجزيل والثناء الجميل للمشايخ الكرام والسادة الأفاضل الشيخ عدنان الدنبوس شيخ عام قبيلة جنانة حياك الله الشيخ الكريم والسيد محمد الجابر رئيس رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات شكرا جزيلا سيدنا والعم الكريم الشيخ نوري نعمة العنزي عضو لجنة شؤون العشائر في مجلس الوزراء ضيفا كريما وشكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة مرة أخرى على متابعتكم الكريمة ولقاءنا يتجدد وإياكم بالحلقات المقبلة في أمان الله.